فتحنا هذا المكتب للتوفيق في الزواج، ولكن ما هو بالزواج الرسمي، زواج المسيار. فالقصد أن الناس يسمون زواج السر الآن زواج المسيار، هذا خطأ، وما في شيء في الشرع اسمه زواج مسيار أصلا. وكل شخص يبي زواج مسيار من هذا المكتب نقدم له خدمة، عنواننا معروف. كان بعد العصر صلى الله عليه وسلم يمر على جميع أزواجه، هذا هو المسيار، هذا المستسيار. احنا نقول يسير عليهم، شنو يسير يعني؟ يزورهم. وما هو أهم، لأن دائما اللي يتزوج مسيار ما يهمه المال بقدر ما يهمه السرية، السرية تامة. زواج السر محرم، إنسان يتزوج بدون ولي وهو بينه وبينها، وأحيانا ينادون واحد تعال ملك لنا، يعني هذا الملك ما له معنى يعني. حتى المأذون اللي يكتب لك ينسى، يطلع عنده مشكلة في الذاكرة، يطلع ينساك وينسى، عنده مشكلة خلقية. لكن ما تبين تزعلين أهلك وتروحين تزعلين الله، تتزوجين بالحرام بالسر، ما يجوز هذا الكلام. فالقصد أن على النساء أن يتقين الله، وعلى الرجال أن يتقوا الله تبارك وتعالى، ولا يلعبوا بمشاعر النساء. ونحاول أنه يصير فيه نظرة شرعية، يريد أن يتزوجها بشرع صح، أو يتركها. أما يأخذها بالسر، أهلك ما يدرون، ما حد يدري، بس أنا ويات، هذا لعب، هذا عبث بالأعراض. أنا عندي مشاكل مجتمعي أطرحها لكم، وأترك لكم أنتم الرأي، وأترك لكم الاختيار، وأترك لكم النشر للفائدة. ولكن هي فهمت الفكرة أنك أنت فاتح مكتب، وأنك أنت تدعي إلى إيش؟ إلى الزواج المسيح على طول. كان وهي الفكرة غير كذا، الفكرة أنت تقول انتبهوا لأن تذهبوا خارج إيش؟ خارج الوطن، خارج الوطن، ويستدرجون من هنا. فتحنا هذا المكتب للتوفيق في الزواج، ولكن ما هو بالزواج الرسمي، زواج المسيار. وعليه أنا أكرر، ليس لي صلة لا من قريب ولا من بعيد بما يخص الزواج الغير نظامي. وما